بس أنا كلش خايفة، أنا كلش أخاف من هذه المدرسة. معقولة ما حد يشوف مكاني؟ أوكي خل أبقى هنا مختبئة، ما أعرف إذا رح تتقرب علي أو لا. أي ميمي، ميمي أنت وين رحتي ميمي؟ ما أعرف، أنا قاعدة أسمع صوت قريب. أنا جتي، يلا خلنا هرب خلنا هرب. هي ميمي مستحيل تهربين مني، أكيد أنا رح أقضي عليك. هي تعالي، لا 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 مستحيل، يلا خلنا نركض. بس وين رح أروح أختبئ؟ اوكي لازم اشوف لي شجره وبعد اختبئ بيها، قلت هي راح تضيعني وما راح تشوفني. اوكي اوكي خل اركض، بس راح اروح حتى المدينه ما اعرف وين صارت. اوكي وين راح اركض؟ انا كلش بديت اخاف. اوكي احس شو نعفل على شجره عملاقه. اوكي يمكن هنا ما راح تشوفني. بعد ما اعرف وتكون قربت علي وحدي ما تكون ضيعتني، بس انا كلش خايفه ما راح تتخلص مني مثل بقيه الطلاب. يا الصورة السيما موجودة، احتمال تكون ضيعتني. اوكي بس يمكن من هناك قاعدة اشوف المدينة. يلا خلي اهرب خلي اهرب. اوكي اوكي خلي استعجل، بس انا خايفة ما اعرف وين اختفيت. اوكي هنا لافا، لازم ابتعد عن طريق هذه اللافا. بس وين راح احتمي وين راح احتمي؟ يا صحيح هناك اشجار هواية، اكيد اذا قدرت اختفي بين هالاشجار اكيد اصلا ما راح تشوفني. واخيرا انا اقتربت على القرية. يلا اركض 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 على السريع. اوكي بس يمكن هذا المكان هنا آمن، هنا أكو شجرة. وأخيرا هنا أصلا موجودة، أنا متأكدة. بس شنو؟ أنا قاعدة أسمع صوت. هي ميمي. يس أنا أكيد قضيت على البنت، حتى هنا بالغابة مستحيل أحد راح يقدر يوصلها، حتى مستحيل أحد يساعدها. بس أنا شو راح أسوي؟ أنا لازم أرجع القرية على السريع حتى الناس ما يشكون بأمري. أوكي أوكي هسه تقربت، بس إيش راح أسوي؟ صار أنا عندي فكرة أسطورية ولازم أستعجل على السريع وروح المدرسة. يلا خلنا أركض. يلا ساني خل أستعجل، أنا مستحيل هيك أبتعد بسرعة. بس شنو؟ المطر راح. بس لا 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 أكيد راح يكشفون أمري. إيش راح أسوي؟ أنا لازم أحرق كل هذه المدرسة، وإذا سألون الناس أقول لهم اللي صار كله بسبب البرق. يلا أوكي إجا الوقت إن أحرق كل هذه المدرسة، يلا خل أحرقها. يس أنا حرقت كل هذه المدرسة حتى مستحيل أحد يشك بأمري. هاي أكو حد داخل المدرسة. شنو؟ قاعد أسمع سيارة صوت شرطة، بس منو قاعد يصيحني؟ أوكي أحضم هذه بجيبي وبعد أخرج. هاي أخرجوا. هاي هاي ما تعرفون شنو صار يا ناس؟ أقول الطلاب وضع عليهم البرق حتى كل المدرسة احترقت، وأنا ما قدرت أسوي أي شيء. شنو؟ البرق ضاع على كل الطلاب؟ شنو؟ لا مستحيل، أنا بنتي موجودة بالمدرسة، أرجوك هي وين بنتي؟ هي اسمعوني يا ناس، كل الطلاب من بعد ما ضربنا البرق المدرسة احترقت، وأنا ما قدرت أساعدهم، أرجوكم سامحوني. هي أنت متأكدة يا مدرسة؟ إي طبعاً أنا متأكدة، وإذا تريد تقدر تدخل المدرسة وشوف بنفسك. بس المدرسة صارت كلها نار، حتى احتمال ما راح تقدر تدخل. شنو؟ هيا شرطة يلا تعالوا ادخلوا وياي. شنو؟ معقول راح يكشفون أمري؟ لا ما أتصور، تصور خطي راح تنجح. إيه وأخيرا راح المطر، لأني أصلا ما أحب المطر، أحب تكون أكو شمس حتى أقدر أخرج خارج البيت وألعب وأتونس. هاي رانيا. جيجي رانيا. هلو جيجي شلونك؟ هاي ما تعرفي شنو صار اليوم. جيجي شبيك هيك خايف؟ حتى ما أعرف شلون قاعد تحكي، شنو الصاير؟ هاي رانيا المدرسة من البارحة. صحيح جيجي، إحنا راح نسجل بالمدرسة. جيجي حتى سمعت أكو هناك كرة سلة وراح نقدر نلعب ونتونس. هاي انتظري من طيب المجال أرد أحكي. أوكي أوكي يلا أحكي شكو الصاير. تعرفي شنو صار اليوم؟ من جان هذا البرق والمطر يقولون الطلاب اللي بالمدرسة كلهم اختفوا. شنو؟ اختفوا جيجي؟ جيجي هذا فيلم هندي. جيجي شنو اختفوا؟ انت منو ضحك عليك وخبرك بهذا الشيء؟ ايراني انا قاعد اقول لك يقولون انه المدرسه طلعت وخبرت كل الناس انه صار اكو نار داخل المدرسه والطلاب كلهم اختفوا. هاي جيجي انت متاكد من هذا الشيء؟ اي طبعا رانيا، انا سمعت انه صار حريق داخل المدرسه واختفوا كل الطلاب. لا مستحيل، اول مره اسمع هذا الشيء. صحيح عرفوا البرق في بعض الحالات يعني يضرب بيوت والبيت يحترق، بس معقول يخفي الطلاب؟ شنو؟ شو هذا الشيء كلش خطر؟ يعني كلهم راحوا؟ أنا ما أعرف بصراحة رانيا، هسا احنا شو راح نسوي؟ يعني معقول يصير هذا الشيء والبرق هيك يخفي الطلاب؟
جي انا نعرف انه هذا البرد كلش خطر، بس جي هسه شو صار بالمدرسه؟ رانيه يقولون انه طفوا النار اللي بالمدرسه، اذا تريدين لازم نروح ونشوف. يلا اوكي جي انا بدي اشوف شو صار بيها. معقوله كل المدرسه احترقت؟ زي شو راح نروح نداوم احنا اصلا؟ رانيه بصراحه هذا راح يصير مكان كلش خطر، انا ما اريد اداوم مدرسه صار بي هذا الشيء. صح جي انا يوم كلش اخاف، حتى قاعد افكر الطلاب شو كيف فجاه كلهم اختفوا وين راحوا؟ زين اهلهم جي اهلهم شنو سووا؟ رانيه يقول اهلهم كلش حزينين هسه لان اولادهم اختفوا وراحوا بعد ما راح يرجعون. شنو؟ جي خوف احنا من دوم هذه المدرسه وهم راح نختفي. لا رانيه انا ما اتصور هذا الشيء. ويلا اوكي جي تعال هسه احنا تقربنا. بس جي همزي هذه المدرسه ما صار بيها اي شيء، اصور حتى النار انطفت. اوكي خلينا نشوف. كل الزين اصور الاطفاء قدروا يطفوها بسرعه حتى ما تضررت المدرسة. صحيح رانية، بس الطلاب أصدقائي كلهم راحوا بعد ما أشوفهم. صحيح ميمي هاي اسمعني، ميمي اختفت أكيد لأني كانت تداوم المدرسة. حقولها ميمي اختفت وما راح ترجع لنا مرة ثانية، أنا كلش حزينة. هاي ماما اسمعيني، أنا حضرت الحقيبة بس ماما أني ما أريد أروح المدرسة لأن كلش أخاف احتمال راح يصير بي مثل بقية الطلاب. يا بنتي اسمعني رانية، انت لازم تروحين المدرسة، صدقيني هذه الحالة ما راح تتكرر واكيد ما راح يجي مطر مرة ثانية، حتى المطر راح واختفى صدقيني بنتي ما راح يرجع. بس ماما انا خاف انا ما اريد اروح. لا بنتي انت اذا تبقين بالبيت ما راح تتعلمين اي شيء، لازم تروحي المدرسة حتى تدرسين وتتعلمين. اوكي ماما اوكي، بس انا شو راح اسوي؟ انا بديت اخاف حتى ما اعرف ايش قاعد افكر، انا اصلا ما اريد اختفي. سمنو شنو؟ هاي انتظر، هاي هذا منو؟ هذا الشخص اللي شمر لي ورقة، هاي انتظر، هاي منو؟ وليش لابس هذا القناع؟ هذا قناع البومكن. بس اوكي خلي اشوف شو هذه الرسالة. اوكي مكتوب انه انا لازم اكون حذرة وان المدرسة اللي موجودة بالمدرسة هي السبب حتى خلت الطلاب يختفون. شنو؟ معقولة يكون هذا الشيء؟ اوكي خل اقرا بعد، خل اقرا. تقول انه هذه المدرسة شريرة ولازم تكشفون الحقيقة ولازم تقول للشرطة وتخبرهم كل شيء. شنو؟ معقولة تكون المدرسة هي المسؤولة على كل هذا الشيء؟ وحتى ما اعرف ايش قاعد افكر، بس عشان نرجع البيت وخبر ماما بكل شيء. يلا خل اركض. وهسه انا قاعدة انتظر جي بس انا كلش اخاف انه اروح لهذه المدرسة، بس اريد اعرف من هذا الشخص الغريب اللي لابس قناع شو من لي هذه الورقة وشنو قصدن هذه الورقة؟ هلا رانية صباح الخير. هلا جيجي صباح النور. شوف اسمع جيجي انت ما تعرف البارحة شنو صار؟ شنو صار رانية غير هذا الخبر اللي احترقت بيه المدرسة؟ لا جيجي اكو خبر ثاني، اجى شخص يمكن هو بعمرنا يجي وشو من لي هذه الورقة، خبرني انه سبب اختفاء الطلاب هذه المدرسة اكو مدرسة شريرة هي اللي خلتهم يختفون. شنو مدرسة هي اللي خفت الطلاب؟ اي طبعا، بس انا خبرت ماما وماما تقول لها اسمعيني احتمال يكون هذا شخص شرير وما يريدني اروح المدرسة ولا كتب لي هاي الرسالة. هي صحيح رانية، احتمال هذا الشخص يكون كسول ويغار من عندنا لان احنا شطار. شنو؟ اي صحيح جيجي احتمال هذا الشيء. لا عاد يلا اوكي جيجي هسه مستعدة وحضرت كل الدفاتر مالتي والكتب حتى حضرت اقلامي. بس جيجي انا اشتريت اقلام كلها جديدة وكلها حلوة. يا رانية شوفي الجنطة مالتي، شنو رايك بالجنطة مالتي؟ صح جيجي بس جيجي هم بلو انا غيرت وجبت لون احمر. اي اصلا هذا لوني المفضل. لا عاد يلا اوكي جيجي اجى الوقت نروح المدرسة، بس هسه انا كلش متحمسة. يلا جيجي تعال. يس انا جيت المدرسة وراح ادخل الصف مرة ثانية، بس همزين الشرطة حققوا وياي ما قدروا يكشفون امري. يتوقعون ان البرق هو اللي سوى هذا الشيء، بس ما يتوقعون هذي اني. كل الزين اكيد هسه كل الطلاب موجودين وحاضرين. بس انا خل ادخل. هاي مرحبا يا طلاب. اهلا اهلا سيد. اهلا اهلا سيد. اي شوف اسمعوا بالبداية اريد هدوء، ما اريد صوتكم عالي، واي شخص يخالف قوانيني وقواعد هذه المدرسه راح يتعاقب. اوكي اوكي سيد. هي شوف اسمعني
تصلي قاعد ليش قاعد على الطبله؟ يلا غير مكانك. ست انا بصراحه ما اقدر اشوف السبوره لان هذا الطالب براسه كلش كبير وساد الشاشه. شنو راس كبير؟ يلا اقعد مكانك على السريع. يلا اقعد. اوكي اوكي كل زين. شوف اسمعوني يا طلاب، قام بداج الوقت ان نتعرف على اسماءكم. هي يا بنت انت شنو اسمك؟ ست اني اسمي رانيا. اوكي وانت شنو اسمك؟ اني ست. انت شنو اسمك؟ اني اسمي جيجي. اوكي اوكي هسه لازم اسال باقي الطلاب عن اسمهم حتى احفظ اسمهم كل الزين. هاي انت شنو اسمك؟ اني اسمي حمودي. ست هذا كذاب، اسمه احمد. هاي انت اسكت اسكت، يلا قعد مكانك. اوكي اوكي هسه راح اسالكم بالتسلسل، يلا هدوء. هي شوفوا اسمعوني يا طلاب، هسه احنا الدرس انتهى وتقدرون ترجعون لبيوتكم. بس بصراحة انا ما شفت الدرس حتى انا ما افتهمت. هي شوف اسمعني، تعال تقدم لي الى مامي. يلا تعال. اي نعم هسه انا جيت. ست انت راح تدرسيني الدرس من جديد. شوف اسمعني، لا تخليني اصير عصبية واضربك بهذه العصا. بس ست بصراحة انا ما قدرت اشوف الدرس لان هذا كان قدامي قاعد. بس ارجوك اشرحي لي الدرس من جديد. هي شوف اسمعني، إذا أي شخص هنا موجود بالصف ما فهم الدرس يقدر يجي لبيتي وأنا راح أعطي دروس مجاناً. سمعتوني زين؟ إيش دروس مجاناً؟ واو راح أدرس بيتي دروس مجاناً. هاي شوف اسمعوني، أي شخص هنا ما فهم الدرس هم ينطيني خبر. هاي ست أنا هم ما فهمت الدرس، إذا هاي أقدر هم أجي ويا جيجي وندرس مجاناً. إي طبعاً طبعاً تقدرون، بس دير بالكم تتأخرون، راح أحدد لكم الوقت اللي تجون بي ولازم تجون بسرعة. سمعتوني زين؟ اي نعم ست. اوكي اوكي ست. اي كل الزين، بس راح ارجع للبيت بس هسه ما راح اقدر اسوي اي شيء حتى اصل الشرطة لشك بي. حيل جيجي انا جنطي كلش ثقيلة لان يسمونها هواي كتب حتى كلش تعبت. اي صراحة انا هم جنطي ثقيلة. بس رانية شنو رأيك إذا تسابقنا إلى حد البيت؟ شنو سو مسابقة؟ واو أنا كلش أحب المسابقة. بس جيجي هاي جنطة ثقيلة، شو راح نقدر نركض؟ عادي عادي رانية، أنا عندي كتب يا واية. يلا واحد اثنين ثلاثة يلا أركض. يلا انطلق يا جيجي. واو هاي جيجي أنا راح أفوز، جيجي راح أوصل البيت قبلي. هاي أنا وصلت قبلك. واو شنو هي أصلا كلش بعيد وتتأخرت. شنو هي تي غشاشة، أصلا بيتك أقرب. هاي شوف اسمع جيجي، صحيح جيجي رد تسألك، شفت هذه المدرسة مبين عليها مدرسة طيبة، بس هذا الشخص اللي جا شمر هذه الورقة ويقول إن هذه المدرسة شريرة، هو ليش كتب هذا الشيء؟ راني مثل ما قلت لك، هذا مبين شخص ما يداوم بالمدرسة وهذا كسول ويريد كلنا احنا ما نداوم وياه. صحيح جيجي مبين هذه المدرسة طيبة حتى راح تاخذنا دروس مجانا. أنا أول مرة أعرف هذا الشيء، نعرف الدروس ياخذون عليها دايموند ما تكون مجانا. هاي جيجي يلا روح لبيتك بقى على السريع. باي باي. باي 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 باي. يلا اوكي راح اخبر ماما ان المدرسة اليوم كانت كلش حلوة. يس اجى الليل، بس انا احب اخرج خارج البيت حتى ادرس لان يكون الجو كلش حلو. اوكي هسه طلعت هذا كتاب الرياضيات ولازم اقرا لان باكر عندنا امتحان. اوكي 5 زائد 1 هذا الشيء كلش سهل يساوي 6. اوكي بس معقول يكون جيجي هسه خلص الدروس وبعد ما اعرف منو جي؟ اوكي لا مستحيل، هذا الشخص اللي لابس القناع. شلون الورقه؟ شلون لي هالورقه مره ثانيه؟ هي انتظر هي انتظر. بس هذا جاب مركبه كل السريعه حتى ما اقدر اركض ورا، هذا الشيء كلش مستحيل. وسوب تحت مسافه كلش بعيده. بس معقوله تكون هالرساله هم الي مره ثانيه؟ شو خل اقرا. هيا راني انتبهي، هذه المدرسه شريره تحاول تخدع الشرطة تخدع كل الناس، لازم تكونوا حذرين ولازم تكشفوا على حقيقتها. شنو مستحيل، بس انا شفت هالمدرسة طيبة، معقول تكون شريرة؟ حتى ما اعرف اسوي. لا انا هالمرة ما راح اسكت، احسن شنو نروح جيجي واخبره. بس معقول يكون هسه جيجي قاعد او احتمال يكون نايم. اوكي خدوق على الباب. هاي جيجي جيجي افتح الباب. وهذا جيجي ليش تأخر؟ معقول يكون نايم؟ هاي جيجي. هاي اوكي هسان قعدت من النوم، راني انت شتريدين بالليل؟ هاي جيجي اكو واحد نام الوقت، شو انت دجاج؟ شنو هاي انا مو دجاجة، بس انا باكر عندي دوام مدرسة ولهذا نام من وقت. اوكي اوكي شوف اسمع جيجي، هذا الشخص اللي خبرتك عنه انه لابس قناع البومكن. جيجي اجا مرة ثانية
بس المرة كان على مطور وشو مالي هذه الورقة جيجي يحذرني من هالمدرسة ويقول لازم تنتبهون وتكون حذرين. أوكي خلي أقرأ الرسالة. شنو مدرسة شريرة انتبهوا منها بس رانية هذا ليش مصر إنه يقول على هاي مدرسة شريرة؟ معقولة تكون صدق إنه هاي مدرسة شريرة؟ وجيجي بعد ما أعرف بس أنا توقعت إنه طيبة. جيجي مصحح بين عليها طيبة إن هي حتى قالت إنه راح أدرسكم دروس مجانية. بس جيجي هذا الشخص الطيب ليش يسوي؟ مستحيل يكون شخص شرير أصلا حتى ما يقبل ويأخذ منه دايما دواي. صحيح رانية بس أوكي إحنا باكر مو راح نروح البيت وراح تدرسنا راح نقدر نكشف هذا الشيء إذا هي مدرسة شريرة أو مدرسة طيبة. صح جيجي هاي فكرتك عبقرية. يجي أنا يوم راح أروح وياك وأخذ الكتب وأقول لها أرجو تساعدينا راح نقرأ الدروس مرة ثانية وراح نشوف ونستكشف هذا الشيء. بس أصور هي مدرسة طيبة بس ما أعرف ليش هذا الشخص مصر إنه دائما يكتب إنه هي شريرة. هاي جيجي هسه راح أروح وراح أجهز نفسي الباكر. أوكي جيجي أوكي أوكي يلا باي 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 جيجي. لازم خل استعجل ولازم أحضر غراضي على السريع. يلا خل أدخل. إيه هسه جت من الصباح على جيجي ولازم أدق عليه الباب. هاي جيجي جيجي افتح الباب افتح الباب. إيه هسه أنا جيت بس رانية اليوم أنا ما أعرف إيش بيه قعدت الصبح كلش مريض ما قاعد تشوفين صوتي. وجيجي شوف اسمعني أنت لازم تداوم حتى لو مريض. جيجي احتمال هو الدروس راح تفوتك وما تقدر حتى تدرسها مرة ثانية. بس رانية بصراحة صوتي ما أقدر أحكي أنا مريض كلش. هاي شوف اسمعني هاي لصر كسول أنا قاعد أشوفك أنت كل شي ما بيك يلا تعال وياي. أوكي أوكي يلا خلينا نروح للمدرسة على السريع لازم نستعجل. يلا تعال. هيا طلاب انتوا اليوم جاهزين الدرس اليوم؟ اي نعم ست انا جاهز. كل الزين. هي ست ممكن احكيك بموضوع؟ نعم انت رانيا تفضلي شو الموضوع؟ شوف اسمعيني انا جت لي رسالة من شخص غريب قاعد يعطينا هالرسالة ويقول انت شريرة بس ما اعرف ليش ايش قاعد يكتب. شنو؟ شخص غريب ويقول انه انا شريرة بس من اللي سوى هذا الشيء؟ ها؟ معقولة تكون هذه البنت؟ لا لا مستحيل صرنا نقضت عليها ولا تكون بعدها موجودة. لا لا مستحيل إذا موجودة كده راح أقضي عليها واتخلص منها. شوف اسمعني يا رانية انت ما تعرفين هذا الشخص؟ لا ست أنا ما أعرف هذا الشخص لأنه أعرف أكيد راح أخبرك. أوكي شوف اسمعني يا طلاب اليوم أي شخص يحتاج مني دروس لازم يحضر البيت على السريع. سمعتوني زين؟ اي نعم ست اني اول واحد راح يجي لبيتك. كل زين بس مو تتاخرون. لا لا ست ما راح نتاخر. جيجي صرنا كل شوي قاعد نمشي حتى انا كلش تعبت. رانية شنو معقول يكون هذا البيت هو بيت المدرسة؟ بس جيجي احتمال يكون هذا البيت هذا اكو بيت ثاني احتمال هذا بيته. رانية ما قاعد تشوفين هذا البيت متروك مستحيل اكو شخص عايش بهذا البيت. صح جيجي حتى متكسر. بتجي هذا الشيء شو صار بهذا البيت؟ معقول يكون متفجر بنتي انتي؟ لا رانية معقول هاي المدرسة قاضية على هذا صاحب البيت؟ شنو؟ معقول يعني جيجي تكون صحي شريرة؟ بصراحة أنا ما أعرف إحنا لازم ندخل بيته ونستكشف هذا الشيء. بس جيجي شلون نعرف إذا هي شريرة أو لا؟ واحتمال تكون طيبة بعد ما أعرف أني. هاي رانية أنا عرفت. عرفت؟ جيجي شنو عرفت؟ عندك حال؟ رانية لازم نفتش البيت مالته وراح نعرف إذا هي مدرسة طيبة أو مدرسة شريرة. هي بس جيجي شلون راح نكشف هذا الشيء؟ أصلا إحنا راح نقعد يمها حتى تدرسنا يعني مثلا شو أقولها؟ أقولها هي ست أرجوج اسمحي لي أفتش بيتك شو راح أسوي قابل؟ لا تصير النوبة. هي اسمعي أنت قولي لها راح أغسل إيدي وأنت روحي فتشي بيته وراح تكشفين هذا الشيء. صحيح إذا عدها شغلات مال أشرار مثلا عدها سيف غريب عجيب أو عدها شغلات غريبة أنت راح تكون شريرة بس إذا ما عدها هذه الشغلات أكيد راح تكون طيبة. صحيح رانية يلا خلينا ندخل على السريع أكيد قاعد تنتظرنا. شوفوا واحد بيته واو جيجي هذا قصر هذا كلش حلو. رانية بس رانية إذا هيجي غني وعدها قصر هي ليش تدرس أصلا؟ يعني راتب المدرس كلش قليل. شوف اسمع جيجي لا لا شوف اسمعني احتمال هيجي حتى تساعد الطلاب هاي إذا كانت طيبة أو إذا كانت شريرة احتمال صدق تجي تاخذ الطلاب. جيجي أنا ما أريد أفكر بشغلات مرعبة احتمال يكون تفكيرنا غلط. هاي راني لا تفكرين أصلا أنا ما أخاف أني شجاع. يلا أوكي خلي ندق الجرس. هيا يلا افتحوا الباب افتحوا الباب. إيه وأخيرا يا طلاب
انتوا اجيتوا لبيتي. ست احنا هم فرحانين لان انت اليوم راح تدرسين الدروس. كل الزين. بس ست اسمعيني، انا محتاجة اغسل ايدي، اقدر بس ادليني على المكان. هي شوف اسمعيني، روح من هذا الاتجاه وراح تعثرين بعدها على الحمام وتقدر تغسلين ايديك. اوكي هي شوف اسمع جيجي، احنا راح نروح قبل رانية وراح ادرسك الدروس، يلا تعال وراي. بس ست بصراحة بيتك حلو، انا عجبني هذا البيت. شنو بس ست انت شو تسوين بهذا السلاح هنا؟ هذا يفيدني اي شخص يحاول يضوجني انا راح اقضي عليه بهذا السلاح. تقصدين يعني احنا الطلاب او منو؟ اي شوف اسمعني، انت اصلا ما لك علاقة بهذا الموضوع، يلا تعال من هذه الجهة، يلا تعال. ست واو هذا مطبخك حلو، بس شنو؟ شنو هاي هاي هنا؟ هاي كلش خطرة. شوف اسمعني، هذا طبر. بس انتي شو تسوين بي؟ يعني واحد كافي بالبيت؟ ليش مستخدم أربعة؟ بالعكس، كل هذول يفيدوني، أصلا هذا قطع بي، هذا كلش مفيد. تقطعين؟ بس انتي شو تقطعين بي هذا؟ شوف اسمعني، قطع بي اللحم، أبشرح أقطع بي؟ شوف اسمع، بس اجى الوقت انه هذا كل غرفه التدريس، يلا تعال. يس ابتعدت هي وجيجي، بس قلت يا طريق الحمام من هذا الاتجاه، ايش راح اسوي؟ انا ما اريد اصلا اغسل ايدي، انا كذبت عليها، بس لازم ابحث بالبيت واشوف انه شو موجود ببيته اصلا. شنو؟ هذا السلاح؟ بس ايش اسوي بهذا السلاح؟ واحد اثنين ثلاثه، حيل المفروض يكون شخص عنده بس واحد. شنو؟ قاعد اسمع صوت قطه هنا؟ هي اكو حد هنا؟ ما نسمع صوت قطة، اسمي هذه صوت القطة اجي. اوكي احتمال تكون خارج البيت. اوكي صحيح هذا الحمام هنا موجود، بس هنا شنو موجود؟ لافي. انا اصلا ما قاعدة اشوف اي شيء، انا بس غرفة ما النوم. اوكي بس هاي شنو هذي؟ الحمام لاني اصلا ما اريده. اوكي يا فروس شراني لازم تستعجلني على السريع، تبحثين بكل مكان. بس هاي شنو هذي؟ ناس سكاكين، حيل اكو سكاكين كلش هوايه، معقول تكون هذه شريره؟ اوكي هذه القطه، معقول تكون هذه قطتها وبعد ما اعرف. اوكي بس هذا الاتجاه شنو؟ لا مو من هذا الاتجاه، شوف هذه الغرفه الثانيه بعد. اوكي حتى القطه ما عش بيها. اوكي هنا اصلا ماكو اي شيء صحيح، اتذكر انه اني شوف الطابق ثاني، احسن شنو اصعد واستكشف بنفسي، يلا خلنا اركض. يس انا صعدت الطابق الثاني ولازم ابحث بكل مكان، بس ايه شنو ما تكشفني؟ ايه بس شنو غرفة؟ غرفة السينما. اوكي انا ما اريد هالغرفة، لازم ابحث عن مكان ثاني. اوكي شنو غرف موجودة؟ اوكي خلص استعجل هذه غرفة ثانية. ايه بس شنو؟ هنا اكو درج، شوفات هذا الدرج. اوكي خلص صعد، معقولة يكون عندها مكان سري؟ صحيح هذا المكان السري كلش راح يفيدني، بعد اعرف شنو موجود بي، حكشف اذا هذه المدرسه شريره او طيبه. بس يلا اوكي قبل كل شيء لازم احاول افتح الباب، يلا خل افتحها، يلا افتحي يا باب. بس شنو هذه؟ الباب مقفوله، وش راح اسوي؟ معقول تكون بيها شغلات سريه؟ لازم اخبر جيجي بهذا الشيء. بس اوكي قبل لا اخبر جيجي لازم ابحث بقيه الغرف وبعد اروح يوم المدرسه، يلا خل استعجل. هيا طلاب اليوم خلص درسنا ولازم هسه ترجعون للبيت، يلا ارجعوا. اوكي هي جيجي تعال استعجل. شوف اسمع جيجي، انا بديت اخاف منها. جيجي هذه كلش غريبه. راني مو بس غريبه، بصراحه انا شفت عندها طبر هوايه، سالتها قلت لها شو تسوين بي؟ قلت لي حتى اقطع بي، بس راني شيء كلش مرعب. صح جيجي حتى عندها مسدس. جيجي ما اعرف جيجي مو بس هاي، أنا اكتشفت هذا مكان سري وهذا المكان السري جيجي حتى مقفول. مقفول؟ بس راني شنو بداخل هذا المكان؟ جيجي قاعد أقول لك إنه ما قدرت. جيجي أنا كلش خفت، احتمال تكشف أمري. بس جيجي أنا جت فكرة ببالي، احتمال يكون هذا الشخص اللي قاعد يرسل لي رسائل، احتمال حكي كله صحيح، واحتمال هو قاعد ينبهني إنها صدق شريرة. بس راني تريدين نرجع من جديد ونشوف شنو موجود بهالغرفة السرية؟ طبعاً جيجي. افضل شيء انه نجي بالليل، اكيد هي بالليل راح تنام وما راح تكشفنا اصلا، ولازم نعثر على مفتاح حتى نقدر نفتح هاي الباب ونشوف شنو موجود بيها. اوكي رانيا اذا لازم نرجع هسه للبيت على السريع، يلا جيجي اركض، يلا استعجل.
يس انا جهزت نفسي بس هسه انا قاعده انتظر جيجي لان اجى الوقت نروح لهذه بيت المدرسه وتعرف شو موجود بهذا المكان السري لازم اكشفه حتى ما تكون شريره اوكي بس ما عم جيجي كمل او لا اوكي خلص استاجر روح لبيته معقول يكون جيجي نايم؟ هاي جيجي جيجي يس انا جيت هلا رانيا انا كنت قاعده اطلع هاي مالتي الدروع كنت ضامه تحت الارض دروع بس جيجي ايش راح اسوي هاي الدروع؟ هاي رانيا ما تعرفين اليوم عندنا مهمه ولازم احمي نفسي ولهذا لبست هاي الدروع صح جيجي حتى ما تكون صدق شريره بس والله ما عندي بس هذا السيف الخشبي يلا اوكي ماكو مشكله شنو رانيا سيف خشبي هي شو راح نسوي بيه هذا راح نقطع الجار نقطع الجار وجيجي ما عندي بس هذا بس همزين انا عندي هذا السيف الستون اتوقع هذا سيف الستون اقوى من السيف مالتك يلا اوكي جيجي جي الوقت نستعد بس جيجي لازم نروح البيت ما نخرج اي صوت حتى ما تكون هي نائمة وإذا هي نائمة هاي فرصتنا أوكي رانيا لازم نروح نتأكد شنو موجود بهالغرفة السرية يلا استعجل جيجي هسه احنا وصلنا البيت بس جيجي أنا كلش خايفة احتمال تشوفنا وإذا شافتنا أكيد راح تقضى علينا بهذا العصا اللي عندها رانيا مستحيل راح تشوفنا احنا قاعد نمشي على كيف حتى ما راح تسمعنا صح جيجي بس جيجي ما راح ندخل راح نفتح الباب شنو هي ما تعرفين إذا فتحنا الباب راح يطلع صوت وأكيد راح تسمعنا ليش راح ندخل البيت أصلا هذا الشيء راح يكون كل الصعاب رانيا تعي خلينا نفكر لازم نشوف لنا طريق ثاني حتى ندخل بس جيجي شو راح نقدر ندخل جيجي شنو؟ جيجي هذا الشباك مفتوح أوكي راح أقفز من هذا الاتجاه بس جيجي أنا ما أقدر أوصل صحيح هذا الشيء صعب بس أوكي أنا أعرف شو راح أسوي عندي هذا المقص وراح أجمع أوراق الجار أوراق الجار أوكي جيجي أنت متأكد؟ أي طبعا رانيا لازم نجمع السريع بس رانيا أوكي راح أجمع إلي وهذا إلك رانيا أخذيها وينك أنت؟ أوكي جيجي هنا أوكي جيجا وانا اوكي هاي بلوكك وش راح تفيدني جيجي صحيح بس راح اقدر ادخل البيت بس جيجي لازم نطلع اي صوت جيجي لازم نكون حذرين اوكي رانيا انا راح امشي على كيف بس لازم نبحث بكل مكان رانيا اذا طلعتي صوت راح تسمعنا واحتمال راح تقضي علينا اوكي اعرف هذا الشيء شوف اسمعني لازم نمشي بحذر اوكي جيجي أنا هذه الغرفة السرية شفتها بهذا الطابق الثاني بس وين من أي اتجاه؟ جيجي يمكن نسيت أوكي من هذا الاتجاه صح جيجي ما أعرف إذا بهذه الغرفة أو بهذه الغرفة جيجي هاي هنا نايمة تعي لا تقربين من هاي الغرفة هي موجودة هناك جيجي احتمال تكون هنا الغرفة السرية ولا هنا ماكو أي درج جيجي أتصور هنا جيجي صحيح هو هذا الدرج لعد رانيا لازم نصعد على السريع ونستكشف هذا المكان جيجي انت ما قاعد تعرفني قاعد اقول لك انه الغرفه مقفوله ولازم نعثر على المفتاح مفتاح بس رانيا وين راح نعثر على هذا المفتاح وجيجي بعد ما اعرف احنا لازم نبحث احتمال تكون بغرفته او احتمال يكون موجود بهالصناديق لازم نبحث على السريع جيجي هسه احنا بحثنا بكل الغرف بس ما عثرت على اي مفتاح جيجي معقول اصلا ماكو مفتاح هي رانيا بقت بس الغرفه مالته احتمال يكون المفتاح هناك موجود جيجي انت اكيد انجنيت شو راح نقدر نفتح صندوق بغرفته راح تسمح وتقعد شلون كل شيء خوف رانيا هي لا تخافين نقدر نشيل الصندوق ونبعد هناك بمكان ورا نقدر نفتحه صحيح لعد يلا جيجي انا راح اشيل هذا الصندوق خلي استعجل جيجي هذا كله ثقيل جيجي راح يوقع هي رانيا انا راح اساعدك يلا تعاي هسه راح اشيل وياك يا جيجي ساعدني بس اهم شنو ما تقعد انا كل شيء خوف يلا رانيا تعاي يلا اتركينا اوكي سأنا تركت الصندوق هنا بس خلي أشوف شو هذا المفتاح بس شو شغلة غريبة هاي شغلات كلها مرعبة هي جيجي هذا المفتاح موجود بس رانيا شنو هذا السلاح والله هذا طبر عملاق جيجي استخدم جيجي احتمال راح يفيدك جيجي الوقت جي الوقت نفتح هذا الباب بس أنا كلش خايفة ما أعرف أصلا شو هنا موجود جيجي معقول يكون عنده وحش؟ وحش؟ هي رانيا والوحش تضمه شنو بغرفة سرية؟ مستحيل يصير هذا الشيء اوكي جيجي لازم احاول افتح الباب على السريع اوكي يلا افتحي يا باب جيجي هسه انا قدرت افتح الباب اوكي رانيا شنو موجود هنا؟ جيجي هنا اكو هيكل عظمي رانيا اكو كتب واكو هيكل عظمي معقول يكون هذا
رانيا معقول يكون هذا طالب؟ جيجي ما أعرف، حتى أنا أكو زومبي بكل مكان. جيجي هذا المكان بين عليه كله وسخ وكله يخوط عنكبوت. بس جيجي احنا شو راح نسوي؟ رانيا أنا تأكدت إنه هاي شرية. رانيا هاي شريرة لين جابت هذا الشخص تركتينه حتى تحول هيك العظمي. جيجي أو احتمال يكون هذا سكريتون وبعد ما أعرف. بس جيجي هنا أكو درج، شنو هذا الدرج؟ بصراحة ما أعرف، متأكدة أنت هذا الدرج يودينا إلى مكان؟ جيجي ما أعرف، معقول تكون أكو باب واحتمال تكون عندها بوابة سرية. أوكي خلي أحاول أفتح الباب على السريع. يلا يا باب منفتحي. جيجي هنا أكو باب. جيجي هذه بوابة سرية. جيجي تعال خلنا نصعد. بس راني شنو موجود هنا؟ لا مستحيل، جيجي هنا كل الطلاب موجودين. ساعدوني ساعدوني أرجوكم. هي أرجوكم ساعدوني. لا مستحيل. جيجي تعال صعد جيجي على السريع. يلا تعال. هي راني هساني راح أصعد، بزول الناس لازم نساعدهم. لا مستحيل، هذا الشر جابتهم هذا المكان. هي انتو شو جيتوا هنا؟ اسمعيني، هذه مدرسة شريرة، هي جابتنا بهذا المكان، أرجوكم ساعدونا أرجوكم. طبعاً طبعاً، جيجي احنا شو راح نسوي؟ معقول نخليهم يخرجوا من هذا المكان؟ ايه طبعاً رانيا، احنا لازم نساعدهم ولازم ننقذهم كلهم ونخرج منه. شوف اسمع جيجي، احنا ما نقدر نسوي هذا الشيء، احتمال راح يطلع صوت، وإذا هي كشفتنا، أكيد راح تقضى علينا. أحسن شي نروح للشرطة ونخبرهم كل شيء، أنت شو تقول؟ رانيا نروح للشرطة. بس احتمال تيجي تقضى عليهم. بس اوكي رانيا لازم نستعجل نخبرهم ونرجع على السريع. يلا اوكي جيجي لازم تركض وتستعجل. يلا تعال. هي اسمعوني يا طلاب، انا اكيد راح اقضى عليكم، مستحيل اسمح لكم انو تخلوني ادخل للسجن. لا لا مستحيل. هي اسمعيني، انت اكيد راح تدخلين السجن حتى ما راح تخرجي منه اصلا. هي طبعا لين انت شريره واحنا اللي خبرنا الشرطه على هذا الشيء. جوني كلش فرحانه. جيجي هسه كل الطلاب راح يقدرون يرجعون لاهلهم وهم زين ما صار بهم اي شيء. يس أنا كلش فرحانة، نقدروا يقضون على هذه المدرسة الشريرة، وجا الوقت إنه أتخلص من هذا القناع. يس أنا بأمان، لأن الشرطة مسكوها، هي شريرة تتخلص مني، بس هم زين ما صار بي أي شيء، ولهذا خبرت رانيا وجيجي حتى قدروا يمسكوها الشرطة. هسا أنا كلش فرحانة. إجا الوقت نروح لأهلي حتى يطمئنون علي. يلا خل أركض. ولينا حبايب وصلنا الفيديو، إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة. نلقى فيديو جديد، مع السلامة.